في خلال العشاء السنوي لمدينة بيروت في القوات اللبنانية، أكد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات الدكتور سمير جعجع أن منطقة الأشرفية كما كانت السباقة في مواجهة السوريين الأصليين ستكون السباقة في مواجهة النفوذ السوري المستجد في لبنان. جعجع تحدث عن محاولات لملء الفراغ الذي تركته سوريا في لبنان. لا صحيح أنه سوريا فلت من لبنان، بس في البعض عم بجربوا يعودوا عن الفراغ اللي تركته بحمل مشروع سياسي وطروحاتها واساليبها وممارساتها وطرقها بالتصرف، بحمل مشاريع سياسيه وطروحاتها يعني من وحده المسار المصير للامبرياليه الامريكيه، مثل ما الاشرفيه كانت السباقه برفض السوريين الاصليين، اكيد راح تكون السباقه برفض السوريين التقليد. الدكتور جعجع اكد تاييده للمرشحين للانتخابات نيلة توين ونديم الجميل لانهما اولاد القضيه بحسب قوله، منتقدا بعض الذين يعتبرون انهما يفتقدان للخبره. نحن الخبره اللي بدنا اياها لنيلة ونديم عندهم اياها وبامتياز، لانه موقعهم السياسي الفعلي بقلب القضيه هو اللي اعطيهم كل الخبره المطلوبه. بنهايه المطاف الخبره اذا بدكم هي الصدق والشفافيه والاستقامه، مش الغش، غش بقضايا الناس. الخبرة يلي هوليك بدهم اياها عند نيلة ونديم ولا بأي يوم من الأيام أنا بتمنى لهم اياها، ولا حدا منا بيتمنى لهم اياها. بدهم خبرة غش الناس مثل ما عملوا يعني من حرب التحرير إلى التحرير بالوقت الحاضر. ومثل ما كل يوم عندنا فصل جديد عم نشوفه قدام عيوننا. مثلا هلا صار لهم جمعتين ثلاثة بيخوضوا مثل العادة معارك وهمية على أساس هاي مشان الناس. وختم جعجع داعيا أهالي بيروت في 7 حزيران المقبل إلى رفض كل ما ليس له علاقة بتاريخهم وتراثهم وتقاليدهم.